أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة السعودية، نستهلها بالعناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين أمير الرياض يتوج الفائزين بجوائز كأسي الملك للإنتاج والمستورد. الحملات الميدانية المشتركة تضبط أكثر من 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. أكثر من 619 مليون ريال حجم تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أهلا بكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الفائزين بجوائز كأسي الملك للإنتاج والمستورد بجانب كؤوس الخيالة السعوديين المتميزين، وذلك خلال الحفل السنوي الكبير الذي أقيم على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية، حيث تعد من أهم الكؤوس في سباقات الموسم بوصفه مؤهلا لكأس السعودية تزامنا مع الأشواط المؤهلة للسباقات المصاحبة لكأس السعودية. هذا وبلغت الجوائز المالية 4,035,000 ريال، خصص منها 3,000,000 ريال جوائز شوطي كأس الملك بواقع 1,500,000 لكل شوط. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، تنظم المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان حفل التكريم السنوي الثالث للمحسنين اليوم الأحد في الرياض. يأتي الحفل احتفاء من منصة إحسان بعطاءات أهل الخير والمحسنين في إطار ما توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من دعم قطاع العمل الخيري حرصا على تسخير كل السبل لتمكينه والنهوض به. هذا وسيتم خلال الحفل استعراض أثر ونتائج إسهامات المحسنين الإيجابية في حياة المستفيدين، وذلك في جميع المجالات الخيرية والتنموية بالمملكة. يبدأ نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز اليوم الأحد أولى زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة بمحافظتي الليث والقنفذة. وأكد الأمير سعود بن مشعل أن هذه الجولات تأتي إنفاذا لتوجيهات القيادة بهدف الالتقاء بأهالي المحافظات وتلبية مطالبهم وفق تطلعات ولاة الأمر، كذلك الوقوف ميدانيا على مشاريع التنمية ومتابعة سير العمل فيها. ويترأس الأمير سعود بن مشعل اجتماعات المجالس المحلية، كما تتم مناقشة سبل تسريع وتيرة العمل في المشروعات المتأخرة وتذليل المعوقات التي تواجهها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. تجاوز مجموع التبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 619 مليون ريال، فيما وصل عدد المتبرعين إلى أكثر من 1,600,000 متبرع. وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية على منصة ساهم إنفاذا لتوجيهات القيادة. طالبت محكمة العدل الدولية في حكم ابتدائي إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين وتقديم تقرير عن جرائم الإبادة في قطاع غزة خلال شهر. وأكدت رئيسة المحكمة رفض طلب إسرائيل رد قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضدها، مشددة على أن الفلسطينيين يخضعون للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتريش بأن قرارات محكمة العدل الدولية بأمر إسرائيل باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع ارتكاب أعمال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ملزمة، وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة. وأوضح أن الأمم المتحدة سترسل على وجه السرعة
الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي لإكمال الإجراءات الخاصة بهذا الصدد. ميدانيا قتل فلسطينيان وأصيب العشرات فجر أمس جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في جنوب قطاع غزة. يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة القتلى في القطاع منذ بدء التصعيد في 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 26,000 قتيل ونحو 64,000 مصاب وآلاف المفقودين معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة لدمار هائل في كارثة إنسانية غير مسبوقة. يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية والذي دعا إسرائيل الجمعة إلى منع أي عمل إبادة جماعية محتمل في قطاع غزة. يأتي هذا الاجتماع لإعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، وذلك فيما يخص الإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي والتي دعت إسرائيل بالالتزام لتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، مع ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري، على أن ترفع إسرائيل تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 19,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 1263 شخصا، بالإضافة إلى تورط 11 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. برعاية وزير الصحة فهد الجلاجل وبمشاركة تجمعات المملكة الصحية كافة، تعقد اليوم في الرياض أعمال ملتقى نموذج الرعاية الصحية. هذا وسيتضمن الملتقى العديد من المحاضرات والجلسات الحوارية يقدمها 25 متحدثا محليا ودوليا تتمحور حول نموذج الرعاية الصحية الحديث. الجدير بالذكر أن النسخة الثالثة من الملتقى تعقد تزامنا مع اكتمال إطلاق 20 تجمعا صحيا على مستوى المملكة، وذلك لتبادل التجارب والخبرات للارتقاء بالخدمات الصحية وفق أهداف برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجاوز عدد العمليات المنفذة اليومية داخل منصة قوى إلى أكثر من 1,000,000 عملية إجرائية واستعلامية، فيما بلغ إجمالي عدد العمليات 126 مليون عملية خلال 2023، كما كشفت الوزارة عن وصول عدد المستفيدين الأفراد عبر قوى خلال العام الماضي إلى أكثر من 10 ملايين مستفيد، وتمكين أكثر من 1,200,000 منشأة في إنجاز جميع خدماتها وأعمالها بشكل كلي خلال ذات العام. أتاحت الفعالية السنوية يوم المهنة بجامعة الفيصل في نسختها 12 لعام 2024 الفرصة أمام الباحثين عن فرص وظيفية بالتواصل المباشر مع 50 شركة وطنية ودولية وفرت عما يزيد عن 3,700 وظيفة. وسجلت الفعالية في نسخة هذا العام نحو 6,000 باحث وباحثة عن فرص وظيفية والاستفادة من ورش العمل الهادفة إلى التعريف بالفرص الوظيفية وبناء السيرة الذاتية وريادة الأعمال والعمل الحر والاستثمار وتطوير الذات وغيرها. حصدت أمانة منطقة الرياض المركز الأول كأفضل جهة حكومية في مجالات قياس تجربة العميل، إضافة إلى المركز الثالث في التحول والتغيير في الأعمال، وذلك ضمن فعاليات منتدى عالم تجربة العميل والذي تنظمه جمعية تجربة العميل بهدف إيجاد بنية تحتية مناسبة في مجال تجربة العميل من خلال الإسهام بالنشر المعرفي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وفق أفضل الممارسات العالمية والاعتماد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
احتفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باليوم العالمي للجمارك. يأتي هذا الاحتفاء تحقيقا للتكامل مع الشركاء إقليميا وعالميا، كما شهد الحفل تخريج 345 متدربا ومتدربة من برنامج أمين. في 26 من يناير في كل عام يحتفي العالم بيوم الجمارك. تحتفي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باليوم العالمي الذي يوافق إنشاء المنظمة العالمية. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تسلط الضوء على ظروف العمل والتحديات التي تواجه موظفي الجمارك، بالإضافة إلى تكريم موظفيها المتميزين ومنهم المفتشون أصحاب الضبطيات المميزة والجهات الحكومية والخاصة الشركة والمتعاونة. طبعا هذا اليوم العالمي للجمارك يأتي استجابة لدعوة منظمة الجمارك العالمية لتعزيز شعارها لهذا العام، وهو الجمارك والتكامل مع الشركاء. نحن في الهيئة حريصين جدا على بناء شركات محليا وعالميا وإقليميا بهدف طبعا تقديم أفضل خدمات الجمركية في منظومة العمل الجمركي والوصول إلى أفضل خدمات وأفضل التقنيات لعملنا وتطبيق استراتيجيتنا. الاحتفال باليوم العالمي للجمارك يتضمن عدة فعاليات تتنوع بين عرض مرئي يتناول أبرز الإنجازات وإحصائيات البيانات الجمركية في كافة المنافذ خلال العام الماضي، بالإضافة إلى أهم المشروعات التطويرية المنفذة ضمن دورها في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي. منافذنا الجمركية سواء البرية أو البحرية أو الجوية على استعداد تام، جاهزية تامة للتصدي لمحاولة التهريب مهما تعددت أشكالها وطرقها. نستخدم أفضل التقنيات الأمنية، نستخدم الأشعات التقنية العالية جدا، أيضا لدينا وسائل حية، ولدينا أيضا أبطال الهيئة الذين يتمتعون بحدس عالي وخبرات واسعة. اليوم العالمي للجمارك حدث سنوي تشارك فيه المملكة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للجمارك لتسلط الضوء على التحديات والإسهام في تنمية القطاع حول العالم. أمجاد الحربي، الرياض. أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه لا يحق للزائرين إضافة المرافقين في تطبيق نسك على حساب الشخص نفسه. وأشارت الوزارة أنه في حال كان الشخص زائرا فإن خاصية إضافة المرافقين غير متاحة، ويمكن لكل شخص فتح حسابه الخاص والتسجيل برقم جواز السفر الخاص به ورقم التأشيرة. أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة أن نهاية شهر رجب الحالي لهذا العام هو آخر موعد لاستقبال طلبات تصريح إسكان الحجاج الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج بالمدينة المنورة. ودعت اللجنة ملاك المنازل والراغبين بالحصول على التصريح إلى سرعة مراجعتها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوب توفرها لاستكمال إجراءات إصدار التصاريح. مشاهدينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير لأبرز ما جاء في نشرتنا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين أمير الرياض يتوج الفائزين بجوائز كأسي الملك للإنتاج والمستورد. الحملات الميدانية المشتركة تضبط أكثر من 19,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. أكثر من 619 مليون ريال حجم تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.